عرفانين انه الاجتماع بهي الفيلا، كنا ترجيناه يعملها بمطرح تاني. بس يا معلمي فيلا بتاخد العقل، هلا بتشوف. نعرفها، هي كانت لأبو العز وباعها. بلا معلمية عليك معلمي، حينها ما كان لازم تفرط فيها. لك وقف لألا وقف، مو يعني وقف، يعني أنا بدي أحكي كلمة. آسف، شنو فهمت وقف يعني وقف. روح يا أبو العز، صار لي يومين وأنا عم فكر وين سمعان باسم هذا الهجر. شنو سمعان بهالاسم؟ مو غريب علي. وشو طلع معك؟ بزمانه وقت بعت لك الفيلا بعت لواحد من بيت الهقط. سليفان يحرز زينة، سليفان الهقط هذا أخوه الملياردير مجعص، والسنة باعوا الفيلا لمجعص شنو دخل بكام مشروع وخسر يا حرام. وعلى هوا ما حكالي إنه صفي على الحديدة وما بيحكم هلا إلا على 40 مليون دولار وشوية فراطة. هلا 40 مليون دولار على الحديدة؟ بالنسبة لمجعص بيطلع فقير. الله يطعمنا فقره بجاه النبي. هلا بالعجاويد، هلا تنطح، هلا لتعبي الفلا. هلا شو هالرواية؟ شو جابون لهون؟ تعرفون؟ شو بعرفون؟ أمي وشركاؤه شاركين بالرواية. هلا بيكم، هلا يعني لون صف، هلا وراه من هنا لجزر المالديف ما يكفي. الله يعزك، وهلا بيك في ربوعنا. ربوعكم ربوعنا، وربوعنا ربوعكم. عنا بالأصل أمة واحدة عيوني، جزأها الاستعمار وقسمها كما تقسم البطيخة إلى عزوز. إنام وعاد تنلم هذه البطيخة. إن شاء الله بدها تنلم بمساعيكم ومساعيكم يا إجاوي. تفضلوا حبيبي، تفضلوا. أنا إذا بتريدوا مني أي شيء أنا بانتظاركم بالسيارة. لا عيوني، شو بانتظارهم؟ تقعد مع البنية، خلها ضيفك. يلا. بس يا خواجة جعيس، يعني ما في لزوم. يا عيوني فيها كل اللزوم، يكفي إنه أنت سبب معرفتنا بهؤلاء الأجاويد. يلا ولدي، يلا. عجبتني حزوز البطيخة. فضلوا أهلا، فضلوا. شو هالمجعس هاد؟ سبحان الذي خلقه، مثل الأليف ما في ولا جعصة. تفضلوا. وكيف بتريد نعود يعني؟ والله بيتكم ومطرحكم، قعمزوا على كيفكم. هلا أنا المفروض أقعد وبلش كرواع. كاستك جاهزة وهيك يكون فيها كحول يعني وسكي. ولا يهمك، شاي خفيف وهي أنينتك. يا هلا، يعني حللتم سهلا ووطئتم عهلا. يا سيدي أبو العز بك. هضاك الداعي هضاك النجمي. تفضل، ثلج خفيف. شكرا. عدنان بك الداعي. هابا تفضل، تلج كتير. يسلموا. أكيد حضرتك تحسين بيك. نعم حضرتي تحسين بيك. تفضل مع شوية مي. أوب، شو هاد؟ مبين بيعرفوا كل واحد كيف بيشربوا. عندنا سكرتارية خصوصي لراحة الضيوف. يوم أمس مساء كانوا بالمطعم وشافوا ودونوا. شو مبين حضرتك ما بتشرب؟ بالعكس أنا اللي أشرب، لكن مشروبي خاص جدا. يسلم إيديك يا بنيه. بتأمرني بشي تاني؟ أبوي سلامة عيونك الحلوين يا قمر. يلا بصحتكم. صحة البيك. صحة خواجة بيك مجعص. صحة مجعص بيك. باعتبار أمامنا متسع من الزمان والمكان، شرايكم نفرفش شوية قبل ما نحكي بالشغل؟ بس برفش، شوفي ورانا. يا
تدرون ليش؟ لأني إذا فرفشتكم بجوز تمضوا معي التعهد بسعر أقل. تعرفوا مبين مش عصبيك دارسها مظبوطة. لكان عيوني أنا ما أمضي مع عميل قبل ما فرفشه نعمشه نغمشه نقمشه. صحتكم. صحتك يا بيك. كروع كمان. صحة خواجة بيك مجعص. صحة مجعص بيك. أحسنتي. روح هلأ مو وقت. صحة ملياردير الفرفشي. صحة مجعص بيك. ياك أبو عنثر. إن شاء الله حصلت الفرفشة. يا سيدي حصلت الفرفشة من وقت ما تعرفنا عليكم وزاد الخير. إن شاء الله إن شاء الله يبقى الخير وراكم وقدامكم وعلى يمينكم وعلى يساركم يعني مزنركم. إن شاء الله. نبتدي الحين بالشغل قربوا. الحقيقة أنا ما أعرفكم لذلك استقصيت ودقدست وسألت هنا وهنا لأنه قبل ما أحط إيدي بذيكم لازم أعرفكم من هل يعرفكم وخبرت أنكم فرادة تملكون أو تعملون يعني في مجال التفويت والتطليع أقصد يعني الاستيراد والتصدير والإنشاءات والتعمير والتهريب وتملكون بشكل جماعي شركة محترمة. سيدنا الملك لله. لذلك أنا الحقيقة مطمن للتعامل وياكم بسبب الخبرة والملاءة. يا سيدي هذا من لطف حضرته. لا عيوني لا هذا مو لطف هذا هذه حقيقة. أنا ما حشيل من جيبتي وحط بجيبتكم لولا ما تستاهلون. إن شاء الله منكون عند حسن الظن يا سيدنا. ها إمتى بدك تموت؟ ليه فرد أول خريطة وين أمينة الدم؟ شحة ليش هيك لونها؟ توت شامي هذا اللي بيستعملوه بالمسارح. يا تحسين مين منكم تحسين؟ أنا مخدومك أنا. يا تحسين باعتبارك تفهم بالعقارات أبي تشوف لي فيلا غير هذه لأنه خبرت أنه صار بيها جريمة قتل وقفز قلبي منها. بس يعني يا بيك هاي الشغلة كتير من زمان وكتير يعني هاي صار لها شي 20 سنة. ها وكيف صارت هذه؟ هذا يا سيدي كان في واحد هون يشتغل ناطور. نعم. الله يهدي قتل مرته. لك تصور يا رجل قتل مرته مشان شوية صيغة وبالآخر طلعوا فالصو. معقولة هذه؟ إيه نعم. هاي الحقيقة. الحقيقة بتكون لا بصرماي عتيقة. قيني المزحة. اسحبها اسحبها. مقبولة مقبولة. اسحبها. الحين نجي للخرائط. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أنت بصريني عم تتقطع. أخي أنت يا عندك شو صار لك؟ يا ربي شو صار لك؟ حسنا شبي يا أبو عنتر؟ سيدي قلت له لا تشرب غير كاس واحد غافلني وشرب 7. معناها انتهى. شو نسوي كلنا على الطريق؟ يا حمد. يا عمي. حمدان. نعم يا عمي. حبيب باثر حطوه بصندوق سيارة الجماعة وقروا له الفاتحة ولما نخلص الاجتماع ودراسة المشروع ياخذوا الجثة وياهم. يلا تامر يا عمي. يلا
عم بفهم. تقدري تفهميني؟ أنا مثلك، كل شي بعرفه إنه أبو عنتر مثل دوره منيح. يعطيكم العافية. تمام يا عمي. قريتوا له الفاتحة؟ قرينا يا عمي. أوقف. حاضر يا عمي. لك 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 شو هاد اللي عم يصير؟ شو في؟ ما عم بيصير شيء، ما في شيء. سوى إنه يعني كمية السم المحطوطة بالشراب تقتل بعد ساعتين إذا كاس واحد، لكن إذا أكثر تقتل فوراً. إلا إذا أعطيتكم من هذا المضاد الحيوي ساعتها يبطل مفعول السم فوراً، وقدامكم ساعة ونص لتفكروا. بإيش بدنا نفكر؟ أقلكم وات؟ فاجأتكم ها؟ أنا ما دعيتكم لعشاء عادي، دعيتكم للعشاء الأخير. ظلمتوني 20 سنة بالحبس، رضيت لأنه ما في شي برجع لي عمري، وما بيعوضني منكم غير شغلتين. طلب قديش بدك منعطيك؟ تنعطى لطشي إن شاء الله. زيك بلا هاي التليفون قدامك، اتصل بصاحبك أبو إيد خفية الليلة بده يطلع رامز من الحبس. شلون بده يطلع وتهمته مخدرات؟ مثل ما تهربت دفاتر المالية، ومثل ما انكزت شنطة الدولارات، وشغل رامز أسهل. انت دعداش؟ انا دعداش وانا سميطان وانا مش عيص. وشغلة رامز أسهل لأنه بيكفي إنه الشهود يغيروا إفادتهم الكاسبة ويشهدوا بالحق. لا تصفون، لا تصفنوا، الوقت مو لصالحكم. بس مو أنا صاحب الفكرة، عدنان. أنا؟ إيه عدنان. أنت ولا عدمان؟ جايبة واحدة، شوفوا بعد لثلاثة وبكب الدواء. ها ون تانية، تو تانية. لك يا أخي خذ اتصل، لك خذ اتصل لحموت. أنا العموت تو نص. لحظة تو ثلاث ارباع. ألو، احترامي يا بك، برشح شوي سيدي. يا رب تزبط ويطلع رامز. مين رامز؟ صحفي. شو هالتمثيلية؟ بيقدر حدا يشرح لي شيء؟ طيب شكراً سيد، شكراً. مساعي مشكورة. ما تخافوا لسه قدامكم ساعة وربع. الله يخليك، عطينا هالقنينة، هل حيطلع هذا رامز اللي بدك اياه؟ لسه في الشغلة الثانية، أنا الليلة لازم لاقي بنتي. روح لاقيها، رح نبدا نلاقي لك اياها. رح لاقيها، بس قديش تدفعوا بالأول حق الدواء؟ قديش بدك حقه؟ مليون؟ مليونين؟ 3 ملايين؟ اوف، لهالدرجة رخيصة عليكم حياتكم؟ لك يا أخي بنعطيك 10 ملايين، بس أعطيني يا لنينة. طز فيك وفيك وفيك. لا أنت طزك أول، لأنت كبيرون. 3 طزات أنتوا الثلاثة، رتبوها مثل ما بدكم، لأنه ملايينكم كلها ما بتساوي عندي كلمة حق. شوفوا لا بهالفيلا من 20 سنة قتلت مرتي نورة وتيتمت بدي أمل الطوشة، لبستوني التهمة ورميتوني بالحبس. بابا غوار،
أبوكي؟ والله الله سبحانه وتعالى يعرف إنه مو أنا. يا واحد منكم يا شخص رابع سترتوا عليه ورجع بلكم طز ملايينكم، لأنه الملايين ما بتساوي عندي كلمة حق. أنا ما بدي غير إنه بنتي تعرف الحقيقة مشان ترجع لي. أنا ما دخلني، اتصل فيي عدنان وقال لي تعارك لما جيت لقيت مرتك ما تقول. أيوة وأنا كنت؟ لا ما كنت. أصبح وين أنا كنت ومع مين؟ كنت معي بعيد الصداقة العالمي. وما عرفت يا صديقي يا شقيقي يا رفيقي، ما عرفت لي مين قتله؟ أبو العز، أبو العز. بس عدنان قال لي قول إنه أنت، مشان هيك لما جيت أنت ربطك ودحش بجيبتك الأساور واتصل بالشرطة. أيوة وأنت قبضت حق الشهادة. كنت محتاج. أيوة وشبعت؟ شبعت يا تحسين؟ قرب كاستك. لحظة لحظة، أنا شو بده يعرفني إنك حكيت صدق؟ والله العظيم هذا اللي صار. ولما شهدت ضدي حلفت بالعظيم. يا عدنان اللي قاله تحسين، اللي حكاه تحسين مزبوط؟ صحيح صحيح. وانت شو دورك؟ انا اتصل فيه ابو العز من الفيلا وقال لي تع فورا. لما وصلت على الفيلا لقيت مرتك مقتوله. ايوه ومين اللي قتلها؟ ابو العز قتلها، لانه كان دائما يشتهيها وهي ترفض. استغل فرصه وجودك بعيد الصداقه وطلع على الفيلا ليستفرد فيها. يظهر تمنعت دفشها وصار اللي صار، وقال لي دبرني وهيك هو قال لي. وامتى اخترعت حضرتك قصة الأساور ولزقتوني التهمة؟ نعم نعم. الله لا ينعم عليك. مزبوط اللي قالوا عدمان يا بيك انت، يا بيك البيوكي، يا بيك الديوكي انت، بيك القيقي قيقي. لا تنسى انك انت مرتكب جريمة قتل ابو عنتر، وهي بتروح فيها اعدام. وانتو اللي شهود يعني؟ انا عندي شهود اكتر منكم، واذا بدون يخونوني ما عندي شيء اخسره، لانه العمر صار باخره. هاي وصلت اللي بدك اياه، اعطينا الدواء بقى، اعطينا اياه. لا بالاول بدي اعرف اذا هذا عدنان حكى صح ولا لا. صح يلي حكاها صح. هي عرفت اللي بدك اياه، الله يخليك اعطيني الدواء. فاتي ما فيها شيء؟ ولا كاساتكم فيها شيء، بس طمع ساقكم والرعب قتلكم. الرواية خلصت. خلصت الرواية؟ خلصت يا أبو عنتر. أنا أبوك يا أمل. في العمر اللي باقي لي حبيبتي.
فكوا بقى عن بعضكم ابو الغور، فكوا عن بعضكم، بدنا نبارك لكم. الف مبروك يا ابو الغور. الله يبارك فيك حبيب قلبي. شكرا يا ابو هنتر. هذا واجبي، بل اقل من الواجب يا ابو الغور. الله يخليك. مبروك اموني. تفضل عمو، هاي الشريط. يسلم الايدين حبيبي. زيادتك عن اذنكم. قديش شكرا حسنا. مبروك عمو، شو نادي لك هلا، غوار ولا ابو الهنا؟ ما بعرف، مثل ما بدي امولي. لو تعرفي من امتى بعرف. وانا بعرف. قديش شكرا يا نجمتنا الكبيره انت، كتر الف خيرك. كتر خيرك حبيبي. مبروك عمو. الف مبروك. الله يبارك الف فيكم. مبروك. بارك فيكم كلكم ان شاء الله. الف مبروك. مبروك عمو غوار. مبروك. الف مبروك. كتر خيرك. قديش شكرا يا ابو عنتر. الف مبروك ابو الغور. مرة تانية شنو ما بينشبع منك. ألف مبروك أبو الغور. عيوني. شلون شفت التمثيل؟ مو أهم من جمال سليمان؟ كتر خيرك يا أبو عنتر. الله يخليك. كتر خيركم كلياتكم حبيباتي، كلكم كتر خير. خير الله. الله. عن إذنكم لحظة. إذنك معك. عن إذنك بابا. إيه؟ بدك واقفة هون، لا تخافي. عمو، مستقبل العصابة هي بيال الشريط. حلو. تصرف فيه مثل ما بدك. أنا وصلني حقي. خليه معك عمو، خليه. أنا مهما كنت مع الحق، يمكن بيوم من الأيام تضعف إرادتي وأتلفه. عمو ليش جبتني لهون؟ كان فيك توصل للي بدك يا بدون ما توجعني بهالرواية. عمو أنا جبتك لتكون شاهد على جيلنا. بركي يعني، بركي جيلكم ببيض الصفحة. وين عم تهرب؟ وين عم تهرب مني؟ وين هرب؟ حبيبتي هذا الشريط خدي، صار من حقك أنت. بابا أنا ما بدي أشرطة، أنا بدي إياك. بكي؟ إيه بابا. حبيبتي أمولي. شو خلص التصوير أستاذ؟ خلص. لكان ليش هدول لساتهم عم بيعانوا؟ احسنت يا فيروزة. جاهز عمو؟ وكيف يكون عمو الليلي؟ اجهز ليلي الحمد لله. عمو تسمح لي ارتجل كلمة مشان تشكركم يعني قدام الجمهور. لا عمو ما بصير، خليها بيناتنا. اوعها بس كلمة امر وكما ولاي ان شاء الله. يا غلام يلا توكل على الله. يا رب. أمرك مولاي. قل لقائد جيشنا أن يحضر لنا الطعام والشراب في الحال. أمرك مولاي. تحرك، نفذ ما أمرتك به. أمرك مولاي. أخرج، هل أنت أطرش؟
أمرك مولاي، 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 أمرك مولاي.